السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد من دورة الـ SQL. في هذا الدرس إن شاء الله حنتعرف على مجموعة من الـ Future المهمة كتير واللي بتساعدنا بالعمل. حنتعرف أول شيء على الـ In، بعدين نتعرف على الـ Between. بالبداية خلينا نسأل حالنا سؤال بسيط، لو أنا عايز جميع الـ Users يلي من عمان ومن KSA، كيف هذا الشيء ممكن أعمله؟ حتقولوا لي يعني طبعا أغلبكم حيقولوا الموضوع بسيط، بنروح بنكتب Select نجمة مثلا from users، صح ولا لا؟ وحنقول where حيث مثلا ال country، تمام، بتساوي عمان، او على سبيل المثال ال country تساوي KSA بهذا الشكل، صح ولا لا؟ بنعمل go، فراح يروح يجيب لي جميع الاشخاص اللي من KSA واللي من عمان. طيب في طريقة ثانية لاعمل هذا الشيء؟ لا طبعا الاسلوب هذا صحيح وما في اي مشكلة، الكود بهذا الشكل صحيح وما في اي مشكله، ولكن في فيوتشر بتوفر علينا وقت وجهد. كيف هذا الشيء؟ بكل بساطه انا بدل ما اعمل تساوي واستعمل اور، لا الموضوع كتير بسيط، هقول له الكانتري، هقول له ان. الان طبعا بتقبل مجموعه من القيم. شو يعني مجموعه من القيم؟ يعني انا ممكن اقول له جيب لي جميع اليوزرز حيث الكانتري هنن كي اس اي، وشايفين كوما كمان كوتيشن مرة ثانية وبكتب عمان. بهذا الشكل حيروح يجيب لي جميع الأشخاص اللي من كي اس اي وعمان. هذا الكود صح والكود اللي قبله صح. أنت ممكن تقوم بنفس المهمة بطريقتين عادي، ما في أي مشكلة، كل الطرق صح، تمام. بهذا الشكل راح جاب لي فعلا جميع الأشخاص يلي من كي اس اي ومن عمان. حبيت تستعمل الإن استعمل، حبيت تستعمل الأور استعمل، اللي أنت عايزه اعمله، ولكن الإن أنا بشوفه بتوفر عليك وقت بهي بالنسبة لهي المهمة، الآن حتكون أسرع لإلك، تمام؟ وأنت اختار اللي بتشوفه مناسب، ما في أي مشكلة. تاني شيء طبعا، تاني شيء حنتعرف على البيتوين. البيتوين هي طبعا بتجيب لي نتائج بين قيمتين محددتين، يعني على سبيل المثال لو أنا عايز على سبيل المثال جيب جميع الأشخاص اللي أعمارهم بين ال 30 وال 40، كيف هذا الشيء ممكن أعمله؟ حتقولوا لي طب كمان الموضوع بسيط، بنروح على سيلكت، عفوا بنروح لهون بنكتب select نجمة from users على سبيل المثال، بنقول له where ال age أكبر من 30، طبعا احنا عايزين مين؟ عايزين الأشخاص اللي أعمارهم بين ال 30 وال 40. فشو رح أعمل أنا؟ حقول له اللي عمره أكبر من 30، تمام؟ and واللي عمره تمام أصغر من 40، لازم يحققوا هدول الشرطين. اول ما اعمل جو حيروح يجيب لي الاشخاص اللي بين ال 30 وال 40، فعلا راح جاب لي باسل وشادي وسائر ووليد لانه اعمارهم بين ال 30 وال 40. هلا انا شوفوا كيف كتبت التعليمه، كتبتها بهذا الشكل، ولكن طبعا في طريقه اسهل. كيف هذا الشيء؟ حقول له انا بدل ما اقول له اكبر من 30 واصغر من 40، حقول له بحيث يكون العمر بين بتوين، بين صح ولا لا؟ بين ال 30 وال 40 بهذا الشكل. وبنعمل جو، حيروح يجيب لي جميع الاشخاص اللي اعمارهم بين ال 30 وال 40. اذا نحن بنستنتج من هذا الشيء انه انا في عندي اوبريتور مثل البيتوين ومثل الان بتساعدنا بشغلنا. مو شرط نحن نستعملهم، ممكن نحن نستغني عنهم من خلال الوير والاند والاور، ولكن هدول بيعطونا مرونه اكثر بالعمل. وانت دائما استعمل اللي بتشوفه مناسب، المهم تصل لفكرتك. بتمنى يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة لدعمنا بنشر المزيد، والسلام عليكم ورحمة الله.